شو يا جهاد تقوم؟ الاشياء اللي بحبها بهاي السيارة هي عزمها، بحط سبورت بدعس دعسة يعني هون اغنى الناس 100%. وين جهاد على المكسيك؟ حطتوني بالنص ليش؟ على المكسيك ونحن وماشيين انا وجهاد عشان نتصور لقينا محل بيصلحوا السيارات الحكومية. ويا صباح الخير باحلى متابعين، اليوم حلقة مميزة. ليش جهاد؟ لانه اخر يوم لي معاه. اخر يوم جهاد له معاي، صراحه يوم يعني مليء بالمشاعر بين الحزن والفرح اللي قضيناها مع بعض. عندنا يوم حافل، يوم طويل، راح نبلش بفطور. ايش فطور عربي؟ خلينا نشوف الفطور. وهذا هو فطورنا الاخير لليوم، عندنا المفركه والحمص والفول والفلافل والزيتون والاجواء اللي بتجنن. شو يا جهاد؟ الجو بجنن يا حبيبي. جميل الشاي، الجو جميل. يا سلام. إذا حابين تعرفوا كم سعر هذا الفطور العربي راح يكون الجواب على قناة جهاد. تعال قول لي قديش طلع الحساب. هسه بالسيارة اطلع تعال. أول الحساب راح يكون عندك. بلشان بلشان فيه وفي صفاتي. والله العظيم هاي المرة يمكن العاشرة وأنا بقول له على الصف. طلعوا الصف على الخط الثاني. مستلمني على الصف يا عمي تعبان يا عمي. ها صف منيحة صح؟ باركينج فاضي. ايش ذا ها؟ انت بالله بسمع رخصتك من وين؟ ايه؟ رخصتك من وين؟ بلشت بالاردن وهسه بامريكا. الله يعطيك العافية. رخصتين هسه. طلع طلع كيف صف؟ فاضي يا عمي. طلع واحد اثنين ثلاثة. طلع هون ايش هذا؟ بنام فيه هون. طلع طلع. لا على فكرة بعيدة. لا لا مش بعيد. لا لا مش بعيد ابدا. الان حاليا اللي بده يصير بدنا نروح نصف هاي السياره. هاي السياره فيها مشكله، راح نحاول نعرفها ونحلها مع بعض. جهاد طالع بسياره. بقول لك تعال اعطيني النكسس وخذ هاي. مالها هاي جهاد؟ لا مسامحك خلص. تاخذ النكسس خلص فات الاوان. شايفين يا اخوان؟ قلت له انا ماليش دخل. الاشياء اللي بحبها بهاي السياره هي عزمها، بحط سبورت بدعس دعسة، سرعتها خيالية، عزم خرافي. ونحن وماشيين انا وجهاد عشان نتصور لقينا محل بيصلحوا السيارات الحكومية، سيارات الشرطة وسيارات الدولة زي اللي نحن شايفينهم هناك. هذا المحل مختص كامل بسيارات الشرطة. وهنا كمان نفس الشيء، هذا كل جوا لتصليح سيارات الشرطة. يا جهاد قل تعرفوا ان احنا وين؟ نحن بمنطقة تتصور؟ اقسم لا. اوكي. نحن بمنطقة اسمها أناهايم هيلز. أناهايم هيلز يعني زي بيفرلي هيلز بس أناهايم هيلز. نعم صحيح. وأناهايم مين أغلب عدد سكانها؟ عرب. صحيح. يعني هون أغنى الناس 100%. واو. أناهايم هيلز بتيجي منطقة جبلية بأناهايم بس لفوق شوي، ساكنين فيها أغنى رجال العرب. أغنى يعني احنا لما نسكن راح نسكن هون. نعم صحيح ان شاء الله قريبا. قريبا قريبا استنونا انا وجهاد حلقه. شرينا بيت وين؟ في أناهايم هيلز. بدك تسكن مع العرب ولا بيفرلي هيلز؟ لا والله عند العرب. مع المشاهير ولا مع العرب؟ مع العرب والله. مع العرب نحن يا عمي. ومشاهدينا الكرام، هاي هي أناهايم هيلز. هلا وصلنا لها، عباره عن طبيعه مع فلل وبيوت جدا جميله. نروح على احدى المحلات العربيه بهاي المنطقه. حلو. ايش عنده؟ عنده عنده شو ما بدك. هلا من ورديك ومن وردي المتابعين شو فيه. بني بني اخر يوم قبلني تصوير. يلا يلا يا جهاد. يلا جايك جايك. يلا اسمع. يلا بنت كلب الخلفيه تعال. طلع طلع طلع. يلا يا زيد امانه قمت لي الامانه امانه. هون عند هاي الاجواء بيطلع اشي فخم. يلا خذ. يلا يا جهاد روح. شو بعيد انت؟ اقرب انا بقرب عليك. انت قرب شوي. يلا روح انا بصور. يلا. روح. ها اخر جلسه تصوير امانه. يا زلمه يلا يا زلمه. الله يا زلمه. شوفي شو ورجيني شو اللقطه اللي شفتها. يلا خلاص. لأي حدا حاب يتعلم جلسات التصوير يدخل على قناه جهاد ويتعلم التصوير الصح. روح على شو اسمه على انستغرام. قصدك على انستغرام؟ تعال على انستغرام عندي يا جماعه، اسمي جهاد معنون، سهل تلاقوني. شو بدك كمان؟ تصورنا بدنا نودي السياره لشادي السايس وبدي شاي كرك الان. بعرفش كيف. شاي كرك شاي كرك. يلا. وهي احدى الاسواق العربية، يجينا هون عشان نجيب حليب مكثف للاخ عشان نشرب شاي كرك في اخر يوم له بكاليفورنيا. وهي الشاي اخذناه. خد واحد يا جهاد. شاي العروسة. شاي العروسة يا غالي. يلا خد لك واحد. وهي احلى واحد. ها وهي الحليب المكثف
اول مره اشوف حليب مكثف هيك، بس كلي ثقه فيك. منيح هذا الحليب عشان تقدر لما تفتحه ترجع تسكره وتستخدمه اكثر من مره. واخر شيء ضل بريق الشاي، لانه ما عندنا بريق. يا سلام، كم تتوقعوا سعر هذا البريق؟ وهلا اجى وقت الحساب وراح نعرف قديش حقه. كم تتوقعوا راح يطلع هذول؟ 40 دولار 30 تقريبا. تقريبا 30. وين جهاد؟ على المكسيك؟ حطتوني بالنص ليش؟ على المكسيك. اه كون مخديني على المكسيك. على المكسيك اطلع روح اني يا لا لا وهنا ايش بحكي؟ دقيقه اشيل اغنيه استنى. وهنا فرطه دم سبحتي، وهنا لموا ليها، وهنا فرطه دم سبحتي. يا سلام يا سلام. واو، هذا تاخذه معي على السفر بكره باذن الله. طب ونحن؟ روح دبر حالك يا حبيبي. طبعا بعد ما فار الشاي قلنا معلم بالشاي، شو صار معك؟ هسه بدي اذوقه واشوف شو طعمه. هذا شاي عدني، يا رب يكون ظابط. صار معك؟ اقسم بالله ما بعرف شو طعمه. اقسم بالله ما بعرف شو طعمه. وفي شغلات بس ما بعرف شو هو. جينا انا وجهاد عشان نعبي بنزين، اجتمعنا بنفس الكازيه، انا بعبي هون وجهاد معه هاي السياره هناك. كم فلها هاي السياره؟ ربع ليره. مع جنيه؟ ليش؟ عشان اعبيها. معلومة سريعة، البنزين فرق من يومين 30 سنت على الجالون، من 4.89 ل 4.59. واحد بيعبي ب 63 دولار، وواحد بيعبي هون ب 15 دولار. هيك سيارة فللت؟ يا سلام. شو يا جهاد تقوم؟ يلا واحد اثنين ثلاث روح ادعس يلا. وجهاد قاعد بحاول يسابق ويطلع ويقدم قصة منظره طالع بالسيارة. ها جهاد وين رهين؟ شباب انا اصحاب هون بكاليفورنيا عزمونا على العشاء في مندي هاوس، مكان جدا فخم نفطر فيه ونأكل مندي. نفطر فيه مين يا عم؟ نتعشى فيه؟ والله تعبانين. حصل تفطر. يلا على العشاء. اخ وبنهاية يومنا هيك منكون قضينا 10 ايام انا وجهاد مع بعض، اللي انا من خلال هدول العشر ايام اتعلمت من هذا الشخص كثير شغلات. بكن له كل الشكر على كل معلومة اعطاني اياها، لانه غير انه قصر الطريق اعطاني الدعم البوش هاي اللي اني اطلع بقوة. وزي ما انتم شايفين من اول فيديوهات بلشنا بقوة، فكل الشكر لجهاد. كان احلى وقت من قضيه لبعض مع بعض، وبستنى لا يرجع عشان كثير في شغلات بتستنانا. ليس لدي ما اقول الا بنشوفكم في الفيديو الجاي، و الى اللقاء. سلام.